عاد الشي علاش كان اقلب عليها مغرب. الله يحفظك سيدي وليد، سي وليد رجراكي، سموحات يا نصيري، ربي معاك يا حكيمي، انت وزياش مرابط، والله مزيان يا زلزولي، ونحبك بزاف يا بونو، سير خويا وناحي سير، هذه بداية ومازال مازال، جيبوها يا الولاد مربوحة إن شاء الله وديما مغرب، وهلا هلا هلا المغاربة سبوعة ورجالة، ديروا النية ينصرنا العالي تعالى، أهم حاجة ديروا النية وادعوا من قلبكم وتفقلوا خير، ورجالة المغرب قدها وقدود وإن شاء الله يفرحونا، واللي اتعادلوا مع كرواتيا وكسبوا بلجيكا وكندا وأسبانيا والبرتغال قادرين أكيد يكسبوا الديوك ويفوزوا على فرنسا يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله. وأجمل حاجة عملتها المغرب في البطولة دي إنها خلتنا نصدق بجد إن مفيش حاجة اسمها مستحيل، وإنك تقدر تعمل أي حاجة مهما كانت صعبة بالاجتهاد والتدريب والسعي والرغبة في النجاح. والأهم من كل ده في رأيي الشخصي وفي رأي ناس كتير، إن السبب الرئيسي في معجزة المغرب دي إن مفيش نفسنا بين اللعيبة وبعض. فأي منظومة، أي منظومة بتشوفها ناجحة الناس اللي فيها لازم يكونوا بيحبوا بعض وقلبهم على بعض وبيتمنوا الخير لبعض، وده تقدر تلاحظه كده وتشوفه بوضوح في منتخب المغرب سواء في الملعب أو على الدكة بره. ده كلكم يا ولاد ورضا الأم يا جماعة حاجة تانية خالص. يا بخت اللي أمه بتحبه وراضي عنه، والله هيلاقي الدنيا كلها تحت رجليه وربنا بيرزقه ويكرمه من حيث لا يدري ولا يحتسب. لعيبة ما شاء الله مليونيرات مليونيرات، كل واحد فيهم عنده بدل معجبة مليون معجبة، ولكن شوفوا بقى أول ما يخلص الماتش بيعملوا إيه؟ بيجروا في حضن أمهاتهم زي العيال الصغيرة ويبوسوا إيديها ويبوسوا راسها ويتباركوا بيها. فارضوا أمهاتكم وأوعوا تزعلوهم، وإياك إياك تنصر أي واحدة على حساب أمك، لأن زعلها وغضبها بيكون وحش قوي.